ومرحبا بكم مشاهدي قناه شوف تيفي في حلقه جديده من برنامجكم نسول الناس. بمناسبه عيد العرش المجيده واللي كيحتفلوا بها المغاربه كل سنه، اليوم خرجنا نشوفوا المواطن المغاربه شنو يبغيو يقولوا الملك محمد السادس بهذا المناسبه المجيده. نشوفوا الاجابه ديالهم ونرجعوا لكم من بعد، ما تمشيو فين. تنهني بمناسبه عيد العرش ونتمنى ليه عمر مديد وطول العمر وكافة جميع المغاربة. كنتسنى الخطاب ديالو بفارغ الصبر ونتسناه من الاول للاخر ونشوف شنو غايقول فيه ونستافد منه ونلبيه. المسؤولين انا كيف اخباري كيتجمعوا ملي كيدير تجمعوا في العمالة، المقدمين والشيخ والرؤساء المحليين كيتجمعوا وتيشوفوا الخطاب من الاول للاخر وشنو قال سيدنا وتيلبيوه. كنتمنى الملك صحة جيدة ويزيد بلادنا القدام وتكون بلادنا من أحسن البلدان في العالم. بهذه المناسبة ديال العرس كنتمنى التهاني وطول العمر ديالو، والله ينصر سيدنا ويخلي البلاد ديما تكون بلاد مزيانة الحمد لله، والله ينصر سيدنا وطولنا في العمر ديالو. كنقول الملك ديالنا الله ينصرو لينا والله يخليه لينا والله يطول لنا الله في عمره، وكنتمنى هذا العيد العرش كاع الناس يحضروا في هذاك العيد العرش كنكونوا حنا كاع مجموعين فيه. الملك ديالنا هو كل شيء وبلادنا هي كل شيء، وكنتمنى بلادنا كما قلتي دابا مشات تزيد قدام من قدام لهيه. بالمناسبه ديال عيد العرش كنهنئ سيدنا بهذا الحلول ديال هذه المناسبه وكنهنئوا جميع الشعب المغربي وكنتمنوا له السلم والسلام والازدهار للبلاد ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. وان شاء الله دائما راه القدام ان شاء الله، غير هي خصها شويه ديال الوقت وشويه ديال الصبر ونتحدوا كاملين ان شاء الله وما يكون غير الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. نبغي نقول للملك بهذه المناسبه ديال الذكرى ديال تربع ديال 19 سنه بعد تربعه على العرش العلوي المجيد، مجيد كنتمنى كذلك مزيدا من العطاء. البلاد ان شاء الله كنتمناو التنميه بعد التنميه ان شاء الله وفي الزهار. بمناسبه عيد العرش الله ينصره والله يحفظه لنا، ومتمنيات المغرب افضل ان شاء الله، رجل السلام الله يحفظه لنا، نتمنى له كل التوفيق والازدهار مع الشعب المغربي. عاش الملك. رجعنا لكم مره اخرى مشاهدينا، كمش معنا في المواطنين المغاربه كيهنيو الملك محمد السادس بهذا المناسبه ديال عيد العرش وكيتمنوا لي ايضا صحه جيده وكيتمنوا ايضا مزيد من الازدهار والتنميه للمملكه المغربيه. حتى انك نكون وصلنا لنهايه برنامجكم نسولوا الناس، نضربوا لكم موعد في حلقه جديده وجديد، تبقوا على خير.